التحق بنا على المباشر السيد طاهر رمرم رئيس جمعية الجزارين. مساء الخير. مساء الخير. طيب بداية سيد طاهر رمرم، نتحدث عن الموضوع فيما يتعلق باستيراد اللحوم الفرنسية. منذ قليل كان هناك تصريح لوزير الفلاحة والذي أنهى الجدل نهائيا وقال بأن الجزائر لن تستورد لحوم فرنسية. الحديث يقودنا، هل الجزائر اليوم لماذا لم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه اللحوم ألا وهي لحوم الأبقار؟ أول بدء أريد أن أوضح يعني في الموضوع هذا، في الملف هذا. تفضل. الجزائر لن تتمنى الحكومة الجزائرية ووزارة الفلاحة لم تمضي أي عقد مع فرنسا. وزارة الفلاحة مدت رخص لخمس بلدان لاستيراد اللحوم لملء عجز السوق المحلي، لأن عندنا سوق محلي الماشيه تاعنا تغطي 2%. والخمس بلدان هذه اللي مدت فيها فرنسا صرحت انه المستوردين يقدروا يجيبوا منها، هي بالنسبه للحوم المجمله البرازيل والهند، والمستوردين الجزائريين فضلوا الهند لان عندها اسعار لائقه. وبالنسبه للحوم الطازجه كان من اوروبا، كان ايطاليا، كان فرنسا، وكان اسبانيا. وكان الهند، كان البرازيل، والمستوردين الجزائريين فضلوا اللحوم البرازيلية والإسبانية يعني بالنسبة للسعر. أما أن السوق الفرنسي، يعني السوق الفرنسي ضيع سوق الجزائر هذه مدة 10 سنين، وعندهم خمس سنوات وهم يحاولوا أنهم يعاودوا كما يقولوا يروجوا السلع تاعهم باش المستوردين الجزائريين يشتروها. وما نجحوش، يعني امام المره هذه ما نجحوش. المستوردين كلهم مالوا الى السوق الاسبانيه لان عندها جوده وسعر منخفض بالنسبه لسعر السوق الفرنسي. باش نوضح برك هذا الملف، لانه كان صار جدل بدون، يعني كان جدل اعلامي كبير مبني على معلومه خاطئه. طيب سيد، الجزائر مضات عقد مع فرنسا. لكن كان هناك ترويج يعني متعاملين اقتصاديين يعني جو للجزائر، وكانت هناك من خلال البرنامج الأوروبي للترويج لهذه اللحوم المستوردة من فرنسا. نعم، أما هذه مدة 5 سنين لأنهم ضيعوا السوق الجزائرية، راح لهم السوق الجزائري، رام يحاولوا بأي طريقة باش يعاودوا يسترجعوها. كمحاولة للمتعامل الفرنسي لاستعادة السوق الجزائري من بوابة تصدير اللحوم الفرنسية. جزيل الشكر لك السيد طاهر رمرم رئيس جمعية الجزارين.